السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، اليوم سوف نقدم لكم درس في مادة اللغة العربية مكون القراءة وموضوع درسنا اليوم هو حرف الكاف. في هذه الحصة تعرف وتمييز ونطق الصوت ك معزولا ومع الحركات القصيرة والحركات الطويلة والتنوين، وأخيرا تعلم ربط الحرف برسمه الخطي. أولا نبدأ درسنا بقراءة الكلمات البصرية التالية. سوف أقرأ وأعد معي عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة. مثل: مستشفى، سوق، أيضا حافلات. أعيد معي: مثل، مستشفى، سوق، أيضا حافلات. أكرر الكلمات البصرية إلى أن أتمكن من قراءتها جيدا، وأيضا أحرص على التذكر جيدا طريقة كتابتها. لاحظ معي الصور التالية. ماذا تمثل الصورة الأولى؟ فكروا جيدا. الصورة الأولى صورة كلب. حسن جدا، أحسنت. وماذا تمثل الصورة الثانية؟ كرة. حسن جدا. وماذا تمثل الصورة الأخيرة؟ كتاب. حسن جدا، أحسنتم. إذن ما هو الصوت المشترك بين الكلمات الثلاث: كلب، كرة، كتاب؟ إذن الصوت المشترك هو حرف الكاف. الآن سوف نقرأ أو سوف نتعلم حرف الكاف مع الحركات القصيرة. أولا نعتمد تقنية التجزيء المقطعي. لاحظ معي الكلمة الأولى: كتا كيتون. من كم من المقطع تتكون هذه الكلمة؟ نفكر جيدا، تتكون من 4 مقاطع، والتي هي كالتالي: ك تا كي تون. لاحظ ما هي الكلمة الثانية. من كم من المقطع تتكون؟ تتكون من 3 مقاطع، أحسنتم، والتي هي مس، مقطع، ك، مقطع، نون، مقطع. والكلمة الأخيرة من كم من مقطع تتكون؟ فكروا جيدا، كذلك 3 مقاطع، والتي هي تم، مقطع، لي، مقطع، وكو، مقطع. حسنا، لاحظ معي طريقة كتابة حرف الكاف في أول الكلمة، وكذلك طريقة كتابته في وسط الكلمة عندما يكون منفصلا عن الحرف الذي قبله. وفي الكلمة الثانية نلاحظ طريقة كتابة حرف الكاف عندما يكون متصلا بالحرفين الذي قبله والذي بعده. وفي الأخير حرف الكاف الذي يكتب في آخر الكلمة. حسن، حسن جدا. أعد معي حرف الكاف مع الحركات القصيرة: كا، كو، كي. حرف الكاف زائد فتحة أقرأه كا، وحرف الكاف زائد ضمة أقرأه كو، وحرف الكاف زائد كسرة أقرأه كي. أعيد معي: كا، كو، كي.
وأيضا لا يفوتني أن أذكركم بقراءة حرف الكاف مع السكون والذي يقرأ ك. أعيد معي ك. حسن جدا، أحسنتم. الآن خذ الألواح لكي نتمرن قليلا على كتابة حرف الكاف. حسن جدا، حسنا. لاحظ معي، أكتب حرف الكاف في أول الكلمة هكذا. تمرن جيدا على كتابته، وحرف الكاف في وسط الكلمة يكتب هكذا، وحرف الكاف في آخر الكلمة يكتب هكذا. خذ الألواح أو دفتر التسويد وتمرن على كتابة حرف الكاف. الآن سوف نتعلم قراءة حرف كاف مع الحركات الطويلة. لاحظ معي الكلمات التالية وأعد معي، كاتب كا، كوب كو، دكان كا، مكان كا، كيس كي، ركوب كو، مكاتب كا، كوخ كو. أعيد معي، حرف الكاف مع الحركات الطويلة، كا كو كي، كا كو كي. وأيضا تمرن على كتابة حرف الكاف مع الحركات الطويلة. الآن سنمر إلى قراءة حرف الكاف مع التنوين. لاحظ معي الكلمات التالية، سوف أقرأ وأعيد معي، وكذلك أعيد الحرف الأخير من كل كلمة، محرك كن، كعك كن، سميكا كن، كعك كن. إذا حرف الكاف مع التنوين هو كالتالي، كن كن كن. أعيد معي، كن كن كن. تمرن كذلك على كتابة حرف الكاف مع التنوين في الألواح. وهنا لدينا تمرين تطبيقي لكي نتأكد من تمكننا من قراءة حرف الكاف جيدا. اقرأ معي، كا كريم، كو كتب، كي كتاب، كا كاتب، كو كوب، كي كيس، كن بروكا، كن كيك، كن ديك. حاول قراءة هذه الكلمات مرتين أو ثلاثة مرات. شكرا لكم أعزائي التلاميذ.